ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى العيال وميت فول و14. بقى انا جزء من استثمار الوقت بالنسبه لي ان انا قعدت تابعت الاجتماع بتاع الاسبوع اللي فات بتاع الدكتور مصطفى مدبولي مع ممثلين الغرف التجاريه في جمهوريه مصر العربيه. والاجتماع ده انا بشوفه واحد من اقوى واهم الاجتماعات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي مع شهبندرات التجار، يعني من الاخر كده الغرف التجاريه دي رؤسائها هم شهبندر التجار بتاع كل حاجه على حده. عارفين انتوا المصطلح بتاع زمان؟ يا شهبندر التجار، هو في شهبندر التجار، هو كان قاعد مع الشهبندرات. واتكلم معاهم الحقيقه ده اللي عجبني جدا في الاجتماع. اتكلم معاهم بمنتهى الحزم. خد بالك، دكتور مصطفى معروف عنه ان هو رجل هادئ الطباع دمث الخلق. الا انه اللي كان واضح في الاجتماع بتاع الاسبوع اللي فات بجانب دماثة الخلق وهدوء الطبع هي الحزم والوضوح. تاني، الحزم والوضوح، وده خطاب وطريقة وأسلوب جيد من الحكومة، والجديد فيه هو الحزم. عادة الحكومة ودكتور مصطفى بيتكلموا بمنتهى الوضوح، دي مش مختلفين عليها، لكن مسألة الحزم، الحزم واستخدام المصطلحات القوية في توجيه الكلام ده يمكن ما كناش معتادين عليه قوي، ويمكن ده سببه الرئيسي فيما سبق انه الحكومة كانت محتاجة انها تعمل حاجات كتير ما كانتش في ايديها، زي توفير العملة الصعبة او تدبير العملة الصعبة داخل البنوك، وده اللي اشار ليه الدكتور مصطفى مدبولي. المرة دي الدكتور مصطفى مدبولي قال الكلام ده بوضوح حازم، قال احنا كان علينا حاجات وما كناش قادرين ان احنا نساعدكم في تدبير العملة، دلوقتي العملة موجودة، ودلوقتي التجار اللي مش هيروحوا ياخدوا الحاجة بتاعتهم من المواني هنصدرها بمنتهى الوضوح والحزم، هنصدرها وبرضه بمنتهى الوضوح والحزم. قال ليه بقى؟ لانه النوع ده من التجار عاوزين يسيبوها كده ويستغلوا المسألة بتاعت فترة شهر السماح، لعل سعر الدولار ينزل 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 جنيه، لا 3 أو 4 أو 5 جنيه كمان، فيقدروا يزودوا من هوامش أرباحهم، وأنا مش هسمح بده. ده كلام جميل. تاخد، أنا قعدت اتفرجت فعلا بقى على الاجتماع من أوله لآخره، يعني عجبني جدا جدا جدا، وزي ما بقول لك أظن إنه ده أقوى وأنجح اجتماع عقدته الحكومة مع الغرف التجارية أو شهبندرات التجار. هتيجي تقول لي يعني تتمنى اجتماع تاني زي ده؟ هقول لك لأ. ليه؟ لأنه أنا أتوقع أنه بعد هذا الاجتماع نبدأ نشوف منحنى هابط في الأسعار زي ما وجه دولة رئيس مجلس وزراء مصر، فلا يحتاج لاجتماع آخر. لانه لو احتاج لاجتماع اخر ده معناها ان الشهبندرات لسه حاطين في دماغهم ان احنا الشهبندرات واحنا سياد السوق وهنعمل اللي على مزاجنا. لكن هنا انا بكلمك على رئيس الحكومه وهو يتحدث من موقف القوه والثبات واليقين. تيجي تشوف هذا الاجتماع وتاخده على امتداد الخط في اجتماعاتنا مع صندوق النقد الدولي، واللي الصندوق بيقول احنا يا جماعة عندنا توقعات ارتفاع نمو اقتصاد مصر 4.5%، تاني ارتفاع نمو اقتصاد مصر 4.5% بدءا من العام المالي المقبل اللي هو بنهاية شهر 6 وبداية شهر 7 ان شاء الله. حلو؟ طيب طبعا على نفس ذات الخط وبنفس ذات الوتيرة الصندوق وافق على القرض اللي موجه إلى مصر، وإنه هيتم صرف الدفعة الأولى خلال أيام قليلة واللي بتزيد عن حوالي 800 مليون دولار، نهينا عن الدفعة التالية لاتفاق رأس الحكمة الاستثماري العملاق. وبالتالي الوفرة الدولارية اللي موجودة في مصر هي وفرة تاريخية لم تكن لدينا من قبل بالمناسبة. يعني احنا هنا بنتكلم على اكبر وفره دولاريه في تاريخنا المعروف منذ ان اصبح الدولار هو عمله اساسيه في الاحتياطي بتاع البنوك العالميه. بالنسبه لنا احنا في مصر ده اكبر وفره دولاريه تحققت لينا. ومن هنا الحكومه واخده خط اللي هو ايه بقى؟ خط الصناعه والزراعه، الزراعه والصناعه، الصناعه والزراعه الى اخره. ده الخط بتاع الحكومه في الفتره
المقبلة. طيب في عندنا تصريحات تلفزيونية في ختام الجولة بتاعة مصانع العاشر من رمضان، رئيس مجلس الوزراء كان موجود والبنك المركزي وبيتكلموا على، أو الأدق الدكتور مصطفى مدبولي كان بيتكلم على إزاي الحكومة والبنك المركزي اشتغلوا مع بعض، وادي المهندس أحمد سمير وزير الصناعة كمان يقف عن يمين الدكتور مصطفى مدبولي باعتبار أنهم موجودين في منطقة صناعية من كبريات المناطق الصناعية في مصر والمنطقة بالكامل، من كبريات، ما بقولكش أكبر منطقة عشان برضو في ناس تقعد تأول الكلام. فبيتكلموا على إزاي الحكومة والبنك المركزي اشتغلوا على تأمين كل الاحتياجات الدولارية اللي لازمة لانطلاق القطاع الانتاجي وبقوة. أولويات الحكومة إيه بقى طبقا للي قاله الدكتور مصطفى مدبولي؟ تلبية الاحتياجات الأساسية، مستلزمات الانتاج، المواد الخام، وطبعا إجراءات الرخصة الذهبية، واللي مكنت شركة أو شركتين زي شركة هاير وشركة باكو من إنشاء مصانعهم في أقل من سنة. ودول زي ما حضراتكم عارفين من الشركات الكبيرة جدا اللي بتشتغل في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، من أكبر الشركات اللي موجودة في المنطقة أو بالأدق في دول الجوار، والناس جاية تفتح عندنا وفتحت بالفعل وخلصنا الإجراءات والحمد لله. طيب من المقرر زي ما كنت بقول لك بقى عشان تبقى تشوف انت الوفرة الدولارية ماشية ازاي، من المقرر انه الدفعة الاولى من برنامج صندوق النقد الدولي ان شاء الله تصل خلال ايام بالاحرى الاسبوع اللي جاي. الحكومة بقى بتستهدف كمان زي ما كنت بقول لك من شوية دخول الدفعة التانية من صفقة رأس الحكمة مع بداية شهر مايو، يعني على اول اسبوع في مايو قولوا ان شاء الله. طيب المناقشات اللي جارية دلوقتي ايه بقى يا سادة؟ المناقشات اللي جارية هي جارية على أساس عقد مجموعة من الصفقات، وليس صفقة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، مجموعة من الصفقات والاتفاقات مع مؤسسات عالمية مش كبيرة، كبرى ولكن مرهونة بشروط عدم الإفصاح. فينبغي أولا أن تتم هذه الصفقات وبعدين نعلن عن الخطوة التي تليها. أنا من أنصار الفكرة دي وقلتها من بدري، من أول ما بدأ يحصل كلام على قصة رأس الحكمة قبل التوقيع اللي شاهدناه في العاصمة الإدارية الجديدة، أنا من أنصار القصة دي من بدري. يا جماعة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. شروط عدم الإفصاح اللي بتتحط في العقود وفي الاتفاقات مفيش كلام، احنا ما بنتكلمش. تتم الصفقة وتتمضي، أهلا وسهلا يا جماعة احنا مضينا، وادي التفاصيل المتاحة. تاني التفاصيل الايه؟ المتاحة، كافة التفاصيل بالمناسبة لا تعنينا كمواطنين. يعني ايه يا يوسف؟ لا تعنينا كمواطنين. احنا اللي يعنينا ايه؟ مش ان الدنيا تبقى حلوة، الدنيا تبقى ماشية، الجنيه يبقى لحلوح. عارف يعني ايه لحلوح؟ يعني يلحلح اي حاجة في السكة، ده اللي يعنينا بس كده. طيب هل بدأت اسعار تنخفض؟ اه بدأت اسعار تنخفض. أنا دايما أضرب لكم المثل بقطاع كده إيه، أنا بظنه من القطاعات المفترية اللي موجودة عندنا، قطاع تجار السيارات. الأسعار بتاعتهم بتتحرك هبوطا. هل المفروض تتحرك بشكل أكثر هبوطا؟ آه المفروض تتحرك بشكل أكثر هبوطا. هل هم قاعدين بيقاوموا؟ آه قاعدين بيقاوموا. بالمناسبة أنت هتلاقي دلوقتي في المعارض وعلى المواقع بتاعت البيع، يعني من غير ما هسميها عشان ما تبقاش إعلانات، لا ده أنت في عندك عربيات بقت في عندك 22 زيرو. وده يروي لك اللي بيحصل. الناس كانت بعض المعارض بعض الأفراد بيشتري العربية يحوش فيها فلوسه عشان يبيعها على أعلى سعر، والمعارض كانت بتشتغل كده وبعض الأفراد كانوا بيشتغلوا كده. 22 زيرو موجود، 23 زيرو موجود، حاجة تهلك من الضحك الحقيقة، تهلك من الضحك. وبقوا بينزلوا في السعر بتاعها. طيب نزل تاني عشان العربية تتلحلح وتتباع، هل هتقف عليه بخسارة؟ عمرها ما هتقف عليه بخسارة، ده جايبها بسعر بخس. في ناس كانت جايبه والدولار على 15.60 و16 و17، في ناس كانت جايبه على الدولار على 20 و24، وادخن واحد فيهم كان جايبه سعر الدولار حوالي 41 جنيه. فمهما نزلت انت ما انتش خسران، فاخلص وسيل فلوسك واشتغل. طيب وفقا بقى لخطه الحكومه، ايه اللي متوقع؟ الحكومة عاملة خطة للتصنيع، توفية الاحتياج المحلي والتصدير. متوقع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انه الصادرات المصرية تتخطى حاجز 145 مليار دولار بحلول سنة 2030.
يبقى الخطة اللي رسمها الحكومة إن أنا مع بداية 2030 أبقى عديت 145 مليار دولار. أنا أمنيتي إيه؟ إنه يبقى المكون غير المصري اللي فيها أقل ما يمكن. يا سلام لو ال 145 دولار، ال 145 مليار دولار كلهم مصري 100%. يا سلام. أقول لك تعال نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا وسهلا، اهلا بيكم. عاملين ايه؟ طيب احنا محتاجين خبير اقتصادي ومصرفي كبير مهم يشرح لينا تحديدا الوضع الراهن. الوضع الراهن في اي اطار؟ الوضع الراهن في اطار الاتفاق اللي وصلنا له مع صندوق النقد ووصول الدفعه الاولى باذن الله الاسبوع الجاي. الوضع الراهن في اطار الدفعه الثانيه من اتفاق راس الحكمه الاستثماري العملاق. الوضع الراهن في اطار التوقعات بتاعه صندوق النقد بزياده معدل النمو ال 4.5% بدءا من العام المالي القادم. الوضع الراهن في اطار توقعاتنا يا رب وتوقعات الجميع في ان احنا نصل الى مستهدف 145 مليار دولار صادرات مصرية بحلول 2030. خليني ارحب جدا وبشدة بالخبيرة المصرفية والاقتصادية استاذة سهر الضماطي. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك وكل سنه وانت طيب وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. يعني مهم عندنا ان احنا نفهم المعطيات الحاليه وبناء عليها النتائج المرجوه. شوف حضرتك، المعطيات الحالية احنا الحقيقة بعد فترة عصيبة جدا جدا من نقص عملة وتضخم شديد وارتفاع أسعار متمثل طبعا في التضخم وخلافه، الحقيقة مصر كانت بتعمل مجهود ضخم جدا علشان تقدر تجيب استثمارات خارجية، تقدر تبتدي نظام إصلاح اقتصادي متكامل تاني، وبالتالي ده بدأ من خلال، أنا بتكلم بس إيه، بدي نقط يعني. رأس الحكمة 35 مليار، دي مشاركة مش بيع، مشاركة، إحنا طبعا مشاركين بأرضنا، هم مشاركين في التطوير، وبالتالي بيستحق لنا كمان من هذا التطوير الذي هيبقى هياخد 150 مليار في التطوير في رأس الحكمة، هيبقى لينا من صافي الأرباح حوالي 35%. فدي كانت خطوة كويسة جدا. في نفس الوقت ده كانت الحكومة شغالة مع صندوق النقد الدولي لوضع إصلاح اقتصادي متكامل علشان ما نعديش باللي عدينا بيه ده تاني. فدي نقطة مهمة جدا. طيب الإصلاح الاقتصادي الحقيقة اللي هو بيتكلم عليه الصندوق بيتكلم على مجموعة من الإصلاحات مهمة جدا عشان تحقق استقرار اقتصادي ويصلح سياسات. طب يعني ايه كلمة السياسات دي؟ السياسات دي انا كان عندي عجز في الموازنة واصل في الى تقريبا 6% في المتوسط. العجز الاجمالي كان مليار 35. كان عندي مشكلة بالنسبة للتضخم، والتضخم مشكلة ضخمة جدا، وصل في بعض الاوقات الى اكتر من 40%. وبالتالي كان يجب عليك ان انت تاخد سياسات متشددة جدا من ناحية لجنة السياسات، وتم ده بالفعل ان انت من بداية السنة دلوقتي زودت 8%، وده رقم مش قليل عن اللي زودته قبل كده كمان. الحاجة الثانية كانت النقطة الثالثة بتتكلم على تخفيض الدين العام. الدين العام ارتفع بشكل كبير، وبالتالي كان الغرض اللي جاي بقى او الهدف بتاعنا مستقبلا ان احنا لازم ننزل بهذا الدين العام إلى مستوى 90 ثم إلى مستوى 80. طيب عايزين نحقق إيه كمان؟ عايزين نحقق فائض أولي في الموازنة 3.5%، ده بالنسبة للمالية. عايزين نزود الإيرادات اللي خاصة بالضرائب، لأن حضرتك عارف القصة إيه في العجز ده ببساطة كده. أنا عندي إيراداتي أقل من مصروفاتي. صحيح. لأن أنا كدولة بس عندي سكان بتتزايد وبصرف على صحة وبصرف على تعليم وخلافه، ومن هنا يبقى عندي دايما عجز. فبالتالي انت عايز تزود ايراداتك، يعني بالبلدي كده
تبتدي تزود القاعدة الضريبية بتاعتك، فدي مهمة تزودها 30%، فدي من ضمن السياسات اللي هو كمان بيتكلم عليها. تزود الاستثمارات بتاعتك أو توقف الاستثمار، أنا أسفة، توقف الأول الاستثمارات الحكومية تحط لها سقف، وبالفعل السيد رئيس الوزراء اتكلم على سقف في حدود التريليون وله محددات. وإدماج طبعا القطاع الخاص ده يعتبر نقطة في منتهى الأهمية، على أساس إن هو يدخل بقى في العجلة بتاعة التنمية، لأنه تقلص في الفترة اللي فاتت بشكل كان ملحوظ يعني. ومن هذا المنطلق دي كانت السياسات الأساسية. إلى جانب كده الدولار، نيجي بقى لسعر الصرف، ضرورة تطبيق سعر صرف مرن. طيب جميل، أنت عشان كنت تطبق سعر صرف مرن قلت للصندوق قبل كده السنة اللي فاتت أنا مش هقدر أعمل ده غير ما يبقى عندي صحيح وفرة عملة، لازم يكون في عندي غطاء دولاري كافي، ما ينفعش، وإلا هدخل كده في فجوة افضل اعمل ديفالويشن تعويم 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 ما لا نهايه، هعمل في الاخر ايكونوميك كاتاستروف يعني، دي مشكله دي. فدلوقتي انا توفر عندي عمله تقريبا لو احنا جينا كده حسبناها الفلوس اللي جايه من الاتحاد الاوروبي على الفلوس بتاعه الصندوق ال 8 مليار على الفلوس بتاعه راس الحكمة الكلام ده كله بتتكلم في حدود 58 مليار و200، ده اللي هيدخل مصر او دخل جزء منه بالفعل. اول حاجة تدخلت عن طريق راس الحكمة اللي هي 10 مليار الاولانية، في 24 مليار او 25 مليار داخلين الفترة الجاية اللي هي في ابريل، في شهر ابريل ان شاء الله، فبالتالي هيدخل لك ده 35 مليار. الصندوق بقى اول رقم هيدفعه نتيجه اللي هو عمل المراجعتين الاولى والثانيه ايام ما كنا 3 مليار مش 8 مليار، ايوه، هيدخل لك 820 مليون دولار، ده خلاص يعني ده ممكن يكونوا دخلوا او هيدخلوا. على كان بيتكلم على انه الاسبوع الجاي ان شاء الله يدخلوا بالظبط كده، فده دخيل. الصندوق طبعا البنك الدولي هو هياخد الموافقات بتاعته في يونيو على 6 مليار والستة مليار دي كويسة جدا لأنها الحقيقة موجهة لحاجتين. أولا جزء موجه للحكومة لتدعيم الاصلاحات الاقتصادية، فده في حد ذاته كويس. حد نقطة تانية كمان، خد بقى المشروعات الصغيرة، البرامج الاجتماعية المختلفة، الطبقات الهشة ازاي تعمل لها مساندة، كل الكلام ده كله داخل في الثلاثة مليار. الثلاثة مليار التانية كلها للقطاع الخاص هتبقى عن طريق اللي هي مؤسسة التمويل الدولية، ودي في حد ذاتها بتعمل تدعيم لشركات القطاع الخاص يا اما عن طريق قروض يا اما عن طريق الصناديق. طيب في ضوء كل التطورات الكويسه دي اللي حصل في الفتره اللي فاتت، ان كان سعر الدولار قبل ما نبدا الكلام ده كان للاسف يعني كان متعدي رقم غير مقبول 60 و70 وخلافه، ولكن اول ما بدانا الكلام ده كله ابد اول ما تم الاتفاق على رأس الحكمة والصندوق مرة واحدة كده نزل على طول إلى 50، فبدأ السعر المرن في ساعتها بدأ تطبيق سعر الصرف المرن. وبالتالي ده بيقول لك إيه، أنت كان عندك مضاربات يا باشا من 72 ل50، الرقم ده كان غير حقيقي، كان ناس قاعدة بتزود 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 كده من عندها، واخد بالك؟ فدلوقتي مع السعر مع تطبيق السعر المرن والناس اللي كانت شاريه بارقام كبيره بدات تروح الصرافات وبدات تبيع، فاتباع اكتر من اللي كانت مكنزه دولارات اكتر من 6 مليار جنيه، ما يوازي 6 مليار جنيه في فتره قليله جدا. ابتدى التحويلات المصريين بتاعت الخارج ابتدت تدخل لك، ابتدى الاستثمارات الاجانب في الاذون بتدخل تدخل بقوة لأن الاستفادة بتاعتك كويسة جدا. وفي نفس الوقت ده بقى كل التطورات السريعة دي أدت إيه؟ إن المؤسسات العالمية زي موجي قال لك لا، ده أنا عندي صندوق دلوقتي موافق على خطة الحكومة وعندي فعلا تطبيق لسعر صرف مرن وعندي فعلا اتفاق من الحكومة بالالتزام بالسياسات اللي أنا شرحتها لك دلوقتي،
وبالتالي قال لك طيب انا هبص على ده، ولكن انا هحسن النظره المستقبليه من سلبيه الى ايجابيه. الى ايجابيه. ودي في حد ذاتها تعمل لك ايه بقى؟ على طول المستثمر اللي في الخارج، سواء مستثمر استثمار مباشر او استثمار غير مباشر. الاستثمار غير مباشر شفناه ب 8 مليار اليومين اللي فاتوا في الأذون، فده شايفينه. الاستثمارات المباشرة النهاردة في موضوع تاني، لأنه ما كانش عارف في الأول يدخلك على سعر إيه. النهاردة عندك سعر صرف، النهاردة أصبح في توحيد لسعر الصرف، وبالتالي الاستثمار غير المباشر والهوت ماني يبدأ يرجع. ومن ناحية تانية 8 مليار. ومن ناحية تانية الاستثمار الأجنبي المباشر يقدر يدخل وهو مطمن. بالظبط كده. ليه؟ عشان هيعرف يبني اقتصادياته، هو ما كانش عارف هيدخل بإيه. النهاردة لا، عندك دولة فيها سعر صرف أو فيها سعر نقد الحقيقة مستقر، فيها سعر صرف معروف. كون بقى إن بيحصل حركة بيطلع بينزل، ده وضع طبيعي، ده حركة اقتصادية طبيعية، دي آليات سوق متعارف عليها، ما فيش منها أي قلق ولا تدعو إلى أي توتر. أنا بشكرك جدا 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 خبيرتنا الاقتصادية والخبيرة المصرفية الكبيرة جدا طبعا أستاذة سهر الضماطي، كل الشكر. إذن الملخص يا سادة باللي عملته الحكومة، وخليني أبقى واضح في الكلام، الجهد اللي بذله الرئيس علشان اجتماع، عشان اجتماعات، عشان اتفاق رأس الحكمة، ثم الجهد اللي بذلته أيضا الحكومة، وصلنا للنقطة دي إنه عودة الأموال الساخنة مرة تانية دخلت أو بالفعل بدأت تدخل يعني تباعا. ومن ناحية تانية أصبح، أنا شفت أكتر من تقرير وقريت أكتر من تقرير أجانب بالمناسبة، كانوا بيتكلموا على جملة كده لطيفة جدا عجبتني، قال لك إيه؟ أن هناك تدفق، حلو، تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وبيتكلموا على الاستثمارات التركي، وبيتكلموا على الاستثمارات الصيني، وبيتكلموا على الاستثمارات الروسي، وبيتكلموا على الاستثمارات العربية، سواء إذا كانت استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، أن هناك في حالة من حالات تقدر تقول جاذبية شديدة لمصر بتجتذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. اتفاق رأس الحكمة ده زي ما كنت بقول لك كده، ده أم البدايات، فبيفتح الحمد لله والشكر لله يعني أبواب الخير علينا، الاستغلال الأمثل ده اللي مطلوب. طيب خليني هنا أروح على حاجة مختلفة كتير لكن مش بعيدة عن مصر، واحد من أروع الأصوات وأعزبها وأكثرها حساسية وأكثرها خلودا بالمناسبة، عبد الحليم حافظ. إزاي الأغاني بتاعت عبد الحليم بصوت عبد الحليم، أو مش بصوته فتبقى المزيكا، أو الكلام يعني التركيبة المشروع على بعضه، يفضل عايش لحد دلوقتي ويفضل طول الوقت متجدد؟ إيه سر هذا الخلود؟ خليني أخد معاه على التليفون صديقي العزيز والملحن والفنان والنجم الكبير جدا 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 عمرو مصطفى. كل سنة وانت طيب يا عمرو. كل سنة وانت طيب يا يوسف، ازيك؟ عامل ايه؟ ايه احوالك؟ كله تمام؟ الحمد لله، كل سنة وانت طيب، وكل سنة وانت بالصحة والسلامة. عيدنا طيبين ورمضان كريم عليكم. علينا جميعا. عمرو، احنا قبل رمضان اتقابلنا، كنا زي في ايفنت لطيف كده، وكنت قلت لي على حاجة لطيفة قوي وانا من ساعتها بفكر فيها، قلت لي على السر ورا خلود أي مقطوعة موسيقية أو إزاي بتدخل لقلوبنا، وقعدت شرحت لي حاجات متعلقة بالبيت والريزم ونبضات القلب وحاجات كده، انت عارف انا ماليش فيها قوي يعني، بس ببقى قاعد مركز معاك. هل ده من ضمن اسرار خلود عبد الحليم حافظ؟ طبعا. طب اشرح لنا بقى جميعا، انا والمشاهدين، واحده واحده علينا، احنا مش قدك يا عمرو. لا دي محتاجه حلقات دي. طيب تعالى نبدا من دلوقتي، نعتبرها مقدمه بسيطه، ويا ريت تنورنا. يا ان شاء الله باذن الله. والله بس هو القصه كلها فعلا لخلود اي مقطوعه موسيقيه زمان، ايام طبعا العمالقه زي السيده ام كلثوم والاستاذ الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، ودي الذكرى بتاعته طبعا كلها طبعا فاكرينها كويس. هم كانوا زمان بيعملوا بروفات على كل اله موسيقيه، والبروفات دي كلها كانت بتعمل لكل اله زمن، الزمن بتاع كل اله ده كان بينزل بايقاع مظبوط جدا. فزمان كنت تتخيل ان انت السيده ام كلثوم كانت بتغني من غير مهندس صوت من كتر ما هم كانوا بيعملوا بروفات. فالاغاني دي كانت بتتعمل، بتاخد وقتها
وبتتعامل بأزمنة معينة وبتتكتب يعني بعد فترة من الفترات بقوا يكتبوا النوت الموسيقية للأغاني. فعشان كده لغاية النهاردة الأغاني دي عايشة وبيتعمل لها ريميكس لحد النهاردة وبتشتغل لحد النهاردة وموجودة لحد النهاردة. أما دخل الكمبيوتر بقى في حياتنا أعتقد إن ما تعلموش القصة دي أو بعد أجيال كبيرة ورا بعض ما تعلموهاش. فبتسمع المزيكا دايما في المسارح والكلام ده كله فيها دوشه، فتقول هي عندها الصوت بايظه ولا ايه اللي بايظ ولا انا فاكر انت يومها قلت لي في مزيكا بتبقى عامله زي نكش الفراخ. اي انا مسميها كده. صح صح. وعشان كده اقول لك على حاجه، انت عارف من نجاح المهرجانات، يعني انت لو بصيت على الترندات دلوقتي في المزيكا هتلاقي كل المزيكا مبرمجه اورج. اوكي. فدايما تلاقي عازف الاورج، عازف الاورج ده بتبقى الموسيقى مبرمجه، فالموسيقى المبرمجة دي بتبقى سهلة على الودن والناس بتحبها. عشان كده الناس ما تقولك احنا بنحب مهرجان ولا بنحب اسماء معينة، ان الموسيقى نفسها مبرمجة. لكن النهاردة ازاي بقى نوصل ان احنا نطلع اجيال موسيقيين يعرفوا يبرمجوا الموسيقى دي فتقدر القلب يحبها. هو ده بقى ان شاء الله اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي. وهل التكنولوجيا ممكن تساعدنا في ده يا عمر؟ اه طبعا تساعدنا. ما احنا النهارده بقى هنعمل اللي عملوه القدام، هنعمل الجديد بقى باذن الله، بس بطريقه حديثه وباصوات حديثه، ونقدر ان احنا نسمع الناس حاجه يقدروا يحسوها. يا ريت يا ريت. طيب احنا نخلص رمضان والعيد وتنور، ولا تحب تيجي قبل العيد؟ لا بعد العيد بقى. بعد العيد بقى. ان شاء الله باذن الله ترجع بالف سلامه. وانا بشكرك جدا 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 نجمنا وفناننا الكبير الملحن الكبير عمرو مصطفى. هستاذنكم هنروح لفاصل وهنرجع بعد الفاصل نكمل الكلام. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. وطبعا رمضان انتوا عارفين بيبقى الوقت بتاعه ضيق حبتين، لكن احنا هنستثمره قدر الامكان. حق عرب احمد العوضي تمام 100 فل و14. احنا اصبحنا كمشاهدين خلاص منتظرين ان كل رمضان لازم يكون موجود معانا احمد العوضي. المره دي من المرات اللي انا بظن فيها ان احمد العوضي برضو مختلف شويه، يعني مش هو احمد العوضي بتاع كل مره، في اختلاف ما، وده اللي هنسال عليه اللي كتب المسلسل بتاع حق عرب تحديدا، وهو كاتبنا ومؤلف المسلسل منورنا محمود حمدان منور. اهلا وسهلا استاذ. عامل ايه؟ كله تمام حبيبي؟ الحمد لله تمام. المفروض تمثل يا محمود بدل المفروض يعني اطلع قدام الكاميرا على طول على طول. طبعا ساعتها احمد العوضي هيقول لك ايه ده بقى، احنا كده هنخسر. ده اخويا، ده اخويا العوضي اخويا. احكي لي الحكايه بتاعت حق عرب، عشان كنت بقول انه الناس كلها بتعلق حق عرب او احمد العوضي السنه دي مختلف كمان عن السنين اللي قبل كده، وده في حد ذاته مهم وجيد انه احمد ما يطلعش كل مره بنفس الشخصيه او بنفس الملامح بتاعه الشخصيه. احمد يعني احمد ممثل مجتهد جدا جدا جدا، واحمد عارف قدرات نفسه وعارف امكانياته وعارف هو فين. في الحقيقه احمد احنا لما جينا قعدنا ندردش في الاول علشان ايه هنقدم ايه لاحمد العوضي السنه دي، نحط ايه القالب اللي احمد العوضي يبقى فيه. احمد الناس بتحبه، احمد عنده جمهوره، عنده شعبيه كبيره جدا جدا من الجمهور في الشارع المصري، بيحبوا يتفرجوا عليه. فبالتالي احنا كنا لازم نستثمر هذه الشعبيه بشكل. طبعا الناس متخيله في بدايه الامر لسه في واحد رمضان ان يا هنشوف بقى بلطجه وهنشوف، وما فيش الكلام ده اصلا. احنا ما يعني احنا ما عندناش ده في المسلسل. احنا عندنا بطل شعبي بجد، بطل شعبي بيقف مع الغلبان، بطل شعبي القيم اللي احنا مفتقدينها، بطل شعبي جدع اكتر منه بطل شعبي فتوه بالظبط، وبيفتري على الناس او بيفتري على حد او بياخد حقه بشكل مش محترم. ما عندناش ده، لان انا نفسي ما بحبش ده. ولو في عمل بيبقى شبه كده انا ما بحبش اتفرج عليه، ولا اسرتي هتتفرج عليه ولا اهلي يتفرجوا عليه. فبالتالي كان لازم نشاور على فكره البطل الشعبي اللي الناس بتحبه من ايام استاذ فريد شوقي، البطل الشعبي اللي هو اللي بيجيب حق الغلبان، اللي بينصر المظلوم، اللي بيقف مع البنت اللي في الشارع لو حد عاكسها، اللي هي الحاجات اللي احنا مش عايز اقول مفتقدينها، ولكن اللي احنا بنشاور عليها تاني
نقول ده اللي هي اصلا جزء من تركيبه الشارع المصري الطبيعي، يعني السمات بتاعت الشارع الواد الجدع اللي ما بيسمحش بقله الادب ولا بقله الذوق ولا بتخطي الحدود ولا تخطي العادات ولا التقاليد، اللي يخاف على اي بنت في الشارع حتى لو ما يعرفهاش. بالظبط. واحمد العوضي نجم اكشن، ولازم نحط تحت دي 100 سطر، يعني احمد 100 خط، احمد العوضي نجم اكشن. يعني ايه نجم اكشن؟ يعني هو احمد ليه محبيه. طب محبين احمد العودي لو دخلوا يتفرجوا عليه، احمد العودي قاعد طول الوقت بيتكلم في مشاهد حواريه ومفيش حاجه بتحصل، هو هيتضايق طبعا المشاهد هيتضايق، هو مشاهد بيتفرج ليه جمهوره اللي عايز يتفرج على احمد العودي هو بيعمل اكشن. هو احنا عاملين الفورمه دي على احمد مش في اكشن يعني مرضوش. ولكن يجي الاكشن في مكانه. يعني في ناس احيانا بتتفرج على اكشن تحس ان يا جماعه هو السين ده حصل ليه، المشهد ده حصل ليه، ما يبقاش محشور، ما يبقاش محشور، يبقى جاي في قلب الدراما، والدراما محتاجة ان هو لازم يحصل هنا اكشن، يبقى المتفرج من جواه لا اضربه بقى، لا هات حق فلان، لا يا عم كله بيبقى في وشه. بالظبط بالظبط. فبتيجي في سياقها بيبقى مقبولة، وما تبقاش لوين دراعها يعني زي ما بنقول. دي حلوة بقى قوي مسألة ان احنا ما نبقاش لويين درعها، اللي هو بنرغم السياق الدرامي انه لازم تحصل خناقة علشان عوض يضرب الشارع ولا الحارة ولا ايا كان المكان اللي هو فيه، لا هي لازم تيجي بسلاسة. بالظبط. بتتظبط ازاي دي بقى؟ دي زبطتها مع عدلة الدراما. يعني ايه عدلة الدراما؟ يعني انا بمشي ورا القصة بتاعتي، الستوري بتاعتي انا محددها، ومحدد البطل بتاعي عايز ايه، والشخصيات المحيطة بي رايحين فين، القصة بتاعتي أنا طول الوقت ماشي ورا القصة، أنا ما بمشيش ورا بطل أو ورا الشخصيات، لا أنا طول الوقت القصة بتاعتي والشخصيات المحيطة بالبطل هو دول اللي بيحركوا الدراما بتاعتنا طول الوقت. وعايز أقول على حاجة على أحمد عكس نجوم تانيين، ان في نجوم مثلا تبقى طول الوقت عايز هو النجم اللي يفضل يطلع ويعمل ويخلي، انا عايز اضرب المسلسل كله. وبعيدا عن الضرب، فكره المساحه التمثيليه او مساحه المشاهد، احمد طول الوقت محمود اعمل ما يحلو لك، اللي انت شايفه في مصلحه المسلسل وفي مصلحتك ككاتب اعمله، انا مش هتدخل. ده ذكاء. احمد ما كانش بيتدخل بصراحه في مساحه الممثلين كمان، ان انا بفرد للممثلين اللي معايا زي ما انا عايز، ووقت ما بعمل اي فعل درامي لا، هو احمد ما كانش بيتدخل بصراحه، وده ذكاء منه ان هو في الاخر عايز يعمل. يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، احمد قال لي جمله مهمه قوي في بدايه ما جينا نشتغل مع بعض. حلو. قال لي محمود انا عايز اعمل مسلسل على نهج الاستاذ نور الشريف الله يرحمه، واستاذ يحيى الفخراني، لان دول اساتذه المسلسلات التلفزيونيه. فاحنا عايزين نعمل مسلسل مسلي محترم الناس تحترمنا فيه. فده كان التارجت بتاعنا منذ اللحظة الأولى، إزاي نصنع مسلسل 30 حلقة، كل حلقة كأنها فيلم، كل حلقة فيها أحداث، مش هعمل أول 5 حلقات جامدين ثم بعد كده الأحداث تريح مني شوية وتعلق في المسلسل جامد فيبقى أنت تمام. دي وجهة نظر بعض الناس. لا، إحنا ما كانش التارجت بتاعنا من البداية، إحنا عايزين نعمل مسلسل يشد المتفرج من أول حلقة لآخر حلقة في كل مشهد. فالحمد لله يعني لحد النهارده احنا خلاص 20 رمضان اهو، والناس مبسوطه جدا. طبعا انا شايف تعليقات على ناس النهارده اتفرجوا على الحلقه ال20، وفي ناس ايه متضايقه مني وبتاع عشان في حاجات حصلت كده لاحمد العودي في الوعيات وحاجات، ولكن ان شاء الله الناس تفضل مستمتعه طول الوقت. لطيف في المسلسل بيني وبينك كمان انه المسلسل مش مباشر جدا. يعني مش اللي هو مثلا ده احمد العوضي رمز الخير في المسلسل، وفلان وفلان دول رمز الشر في المسلسل، فهيبقى المسلسل كله ماشي في اطار احمد العوضي الطيب بيحارب الاشرار. لا، ده في مداخل ومخارج، وفي قصص بتطلع ومفاجآت وما الى ذلك، ودي من الحاجات اللي بتعجب اي مشاهد. مشاهد مش عاوز الشكل الطبيعي المألوف اللي هو ايه النهاية المتوقعة ان احمد العوضي ينتصر وبتاع. لا، المسألة مش بالضرورة كده، يعني ينتصر بس لازم يكون في احداث وتفاصيل جوه تخطفني تاخدني وتوديني زي ما بيتقال. بالظبط. والابن داون ما نبقاش طول الوقت لازم البطل يبقى ملاك نازل من السماء، ولا هو على فكرة كل البني ادمين بتخطأ. صح. كل البني ادمين، ما فيش حد طول الوقت ماشي ملاك على الارض خالص، احنا كلنا بنغلط. ممكن انا وحضرتك قبل الهوا ننم على حد فبقت النميمه، احنا بندردش على فلان احنا ما نمناش لسه بس هننم فبالتالي يعني كلنا ما فيش حد طول الوقت. فده اللي بيحصل للعرب. عرب هو مش طول الوقت كويس بنسبه 100%،
هيغلط، هيتحط في مواقف قد يصيب وقد يخطئ، بس في الاخر مش عايز احرق حاجات هتحصل، ولكن في مفاجآت. احنا من منذ الحلقه اللي احنا فيها الحلقه العشرين للي جاي طول الوقت هيبقى في مفاجآت. مفاجآت طيب احنا عندنا فصل صح يا نديم؟ يا سلام صوتك منور يا نديم. طيب هنروح للفصل ونرجع مرة تانية لأن عندي شوية أسئلة كده أو سؤال مش عارف على حسب الوقت اللي نديم هيديهولنا مع مؤلفنا وكاتبنا وضيفنا العزيز أستاذ محمود حمدان. استنونا لو سمحتوا. اما بخصوص النميمه فهي حصلت بالفعل في الفاصل. اشرب عشان انا عارف انت هتشرق دلوقتي. فكنا بننم الحقيقه على اسماعيل فاروق يعني تحديدا مخرج رائع الجميل عشان ده عشره العمر فانا اقدر انم على اسماعيل زي ما انا عايز. بس كناش بس مش هنقول الاسرار بقى مش هنقول الاسرار طبعا. نقول هنتكلم عن العربيه اللي اسماعيل اشتراها زمان من 25 سنه عشان كنا عاملين مشروع ويعني حدوته هنبقى نحكيها لكم بعدين مره حتى يبقى اسماعيل منورنا ونقعد نحكي فيها كلنا سوا. خليني اجدد الترحيب مره ثانيه بضيفنا العزيز الكاتب والمؤلف رائع محمود حمدان. طب انا يمكن بفكر معاك بصوت عالي. انا مره زمان ويمكن مش كل الناس تتذكر ده شفت كان مسلسل قصير جدا اظن كان اربع حلقات حاجه كده وكان بطوله احمد العوضي واحمد العوضي كان طالع فيه بشخصيه ما هوش فورمه ما هوش فتوه ما هوش اكشن شخصيه هادية جدا طيب جدا مصدوم وبيجيله القلب لما بيتصدم عاطفيا اللي هي شخصية ما تنفعش تبقى أحمد العوضي اللي احنا عارفينه دلوقتي أوكي. وده بيخليني أفكر معاك بصوت عالي هل ما أنش الأوان إن احنا نكتب ونظهر عوضي بشكل مختلف بقى عن إنه زي ما أنت قلت نجم أكشن؟ هيحصل بإذن الله. أحمد يبقى أنت ناويها ناويين ان شاء الله ان يبقى في حاجات جايه باذن الله تبقى فيها اختلاف كبير. ولكن احمد بيصنع تاريخ. احمد في واي وهو عارف ومركز كويس قوي هو عايز يعمل ايه الفترات الجايه ومركز. بنفكر ونقعد ندعبس ونشوف وايه نعمل ايه الايام الجايه نفكر في ايه. انا عايز اقول ان احمد في حاجات الناس ما تعرفهاش عنه. احمد اصلا ممثل مسرح يعني انا واحمد صحاب من ايام المسرح من 2002 تقريبا. كنت في الدراسه الخارجيه صح؟ احمد كان تجاره انا كنت معاه فنون مسرحيه اوكي قسم تمثيل واخراج واحمد كان بيمثل في المسرح واحنا كنا اصحاب وبنروح بنسعى مع بعض ونروح شركات الانتاج وبهدله واحمد الوحيد المشوار من اوله المشوار من اوله ده شيء مشرف واحمد كان جايب عربيه تمام وكانت لسه الحياه ما فيهاش فلوس بس هو احمد يعني اتصرف كده لحد ما جاب عربيه فهو احمد مش معاه غير العربيه دي بس فياخد صحابنا واحنا ونلف نروح شركات الانتاج ونشوف وبيسعى جدا وكانت في فتره مرمطه كبيره جدا طبيعي اللي هو الطريق الطبيعي اللي طبيعي جدا بيسعى يعني. احمد ما كانش مركز على فكره الاكشن هو مركز ان هو عايز يمثل وكان ممثل في المسرح جيد جدا 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 وبيمثل بيشخص في مسرح العالمي وروايات كتيره جدا كانت بتتعمل الناس ما تعرفش ده الناس ما تعرفش الجانب ده الناس بتعرف الجانب بتاع احمد العوضي النجم اللي موجود دلوقتي ولكن ده جانب اخر عند احمد هيجي وقت ان احمد يشخص فيه ويعمل بقى الحاجات اللي هيجي وقت هو اصله من وقت للتاني كده بيروح رامي حاجه يعني انا مره شفته مع صديقتنا وزميلتنا منى الشاذلي وهو بيتكلم بيقول مقطع من عبد الرحمن الشرقاوي عبد الحسين شهيد لا ما هو مش اي حد هيبقى حافظ ده يعني ومش اي حد مش هيستدعيه في لحظتها على طول يعني الا لو كان فاهم هو بيقول ايه وان الحاجه دي محفوره اصلا في ذهنه وانه اكيد مثلها مره او اتنين او ثلاثه فانا دايما بقعد اقول ايه طب احمد كفايه اكشن يعني خش في الحاجات اللي انا في ظني انك هتعملها وبشطاره بس خليني اقول حاجه احنا في حق عرب الحقيقه ما كناش طول الوقت مركزين على الاكشن في سينز اكشن كتير ولكن عندنا مشاهد التمثيل احنا مقدمين جرعه عاليه جدا 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 احنا كل حلقه فيها اتنين ماستر سين مثلا ما فيش حلقه بتخلص غير لما يبقى عندي ماستر سين او اتنين ماستر سين احمد طالع بيمثل بشكل مبهر جدا وقدام حجم عتولة. مهول زي استاذ رياض الخولي على سبيل المثال مثل. مهول استاذ رياض ده مهول كل سنه وانت بنتكلم مش ممكن في مشاهد ما بينهم
هو أستاذ رياض الخوري وأستاذة وفاء عامر مثلا. أستاذ رياض وأستاذة وفاء ممثلين مهمين جدا 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 وبيدوا تقل للمشاهد بشكل غير عادي. أنا بحييهم من خلال برنامج الحقيقة الشخصية. شخصيتهم زي ما اتكتبت زي ما زي ما عملوها ممثلة للي اتكتب بكل التفاصيل. بصراحة ممثلين مبهرين وباقي الممثلين برضو يعني سواء دينا فؤاد في شخصية حنان الغربوي جميلة، كارولين عزمي بشوشة وحلوة في شخصية أنغام، أحمد عبد الله محمود، محمد أحمد ماهر، أستاذة سلوى عثمان في شخصية الأم اللي عبقرية. هي اللي تبدل عبقرية. ابنها فلا معانا مجموعة ممثلين الحقيقة كلهم مركزين وأنا بوجه لهم تحية. أنت محمود بتسمح للممثل بأنه يخش يضيف للشخصية جملة أو جمل، يضيف للشخصية شكل، يضيف لها لحم ودم زي ما بيتقال؟ لازم نتناقش فيها الأول. أوكي. إنما فكرة إن ممثل ينسى اللي مكتوب ويقول من دماغه أنا لا ضد... نبقى كده بنشتغل جهجهوني. وأحيانا بيحصل في مسلسلات على فكرة وأنت بتحسه كمشاهد بيحس إن في حاجة غلط، تحس إن الكاتب قاعد كتب يا جماعة في لخلخة حصلت، في حاجة حصل في غلط وما بني على خطأ فهو خطأ، هيطلع في الآخر مش حلو، هيطلع عمل مخوخ. أساس أي عمل هو السيناريو الجيد، في سيناريو جيد وفي قصة جيدة في الآخر أنت بتصنع عمل جيد 100%. طب هل بتفكر أنه على رمضان اللي جاي، وده برضو هنا بقى سؤال موجه لي محمود حمدان بنفسه، أنك تتوجه لنوع مختلف شوية من المسلسلات زي المسلسلات التاريخية؟ يعني يمكن جاي في بالي مثلاً مش عارف حاسس ليه ان احنا لازم نعمل حاجه عن خالد بن الوليد مثلا. طبعا وعندنا شخصيات وهي لايقه على عوضي اهو، جد قائد جد عسكري جد. همام قوي، في شخصيه اوريدي انا مفكر فيها انا والعوضي تمام، لاحد الابطال في 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 القصص بتاعتنا، ولكن العمل التاريخي بيتطلب ميزانية ضخمة جدا يا سيدي. ربنا يخلينا المتحدة الحمد لله. إنه وإنت بس. لا لا الحقيقة أنا عايز برضو أوجه الشكر للمتحدة، عاملين مجهود جبار سواء في الحشاشين أو في كذا عمل، وإحنا عندنا في المسلسل صحيح. بصراحة أنا كل ما بكتب حاجة يعني مفيش مرة مثلا جالي تليفون محمود لا مش هينفع نعمل كذا، حرايق أكشن اللي أنا عايزه بيحصل، حاضر كل اللي انا عايزه. طلباتك مجابه، طلباتك مجابه، لان هم في الاخر عارفين ان هم عايز السيد المشاهد يستمتع. احنا من اللحظه الاولى واول اجتماع مع المتحده احنا عايزين نعمل عمل او اعمال في شهر رمضان تبسط السيد المشاهد ويبقى قاعدين مستمتعين بالعمل اللي احنا بنقدمه. فبالتالي كانت ليا كل الحريه انا والمخرج وكل طاقم المسلسل ان احنا نقدم عمل جيد. فالحمد لله ده حصل، وسواء في رمضان او قبل رمضان. من قبل رمضان كان عندي حدوته منسيه مثلا. أيوه. حدوته منسيه نفس الوضع حصل من المتحده. طيب هنا هياخدني على يمكن سؤالنا الاخير للاسف الشديد، بس لازم نتقابل تاني بقى، نتقابل ثلاثي يعني انا وانت واسماعيل وعوضي حتى لو في المكتب يعني مش قصه، بس اهم حاجه لازم القعده دي تحصل وبالذات اسماعيل فاروق. ايه اللي تقله اكتر بالنسبه لك، آراء المشاهدين زي ما انت قلت كده السيد المشاهد، ولا آراء النقاد، ولا آراء نقاد التيك توك لو صح التعبير؟ يعني والله بقت في ظاهرة غريبة جدا طالعة، ان انا في ناس هو مش دارس نقد ولكن اي حد عنده شوية فولورز تمام فبيطلع بيتكلم يلا بينا اعزائي المشاهدين احنا دلوقتي هنحلل النجم الفلاني ويقطع في فروته. هم ليه بيعملوا كده؟ هو بيعمل ده عشان مستني النجم الفلاني يرفع عليه سماعة التليفون ويبقى صديقه، انت طالع بتقطع فيا وبتاع، فيبقى حبيبه ويطلع بعدها هيشكر فيه يعني. او هو هيتفعله في حلقه او حاجات بعض ويمكن لا برضه ويمكن لا ويمكن فهي ظاهره فهي ظاهره غريبه جدا. وفكره الترند المصنوع، الترند الفيك، يا جماعه الجمهور مش غبي، الجمهور اذكى مننا كلنا، الجمهور هو ماسك الريموت وعارف ايه الجيد وايه اللي مش جيد. الجمهور يا يديك سوكسيه حقيقي على العمل بتاعك لانه عمل حقيقي، يا اما هيعمل كده وانت تطلع تقول انا ترند على كذا وكذا وانا مكسر العالم وانا في الكوكب الفضائي مش عارف ايه بيتفرجوا. ما هو الجمهور عارف ايه اللي ناجح وايه اللي مش ناجح. ف يعني مش عارف، ولكن النقاد الحقيقيين لا، هو نقدهم بناء وبيشاور ويقول لك هنا في كذا كذا كذا، ولكن ينقصك كذا. مثلا
ده ناقد انا احترمه جدا، لانه في الاخر بيشاور على الحلو وبيشاور على الوحش عندك. اقول لك ناقصك ايه؟ هو عاوزك تكمل، عاوزك تكمل، مش عاوز يكسر فيك، هو عايز يفيد الصناعه. صح، وده المهم، ان احنا نفيد الصناعه. احنا كلنا موجودين، احنا طالعين في البرنامج ده بنتكلم عشان الصناعه طبعا، وعشان السيد المشاهد يستمتع في الاخر باللي هنقدمه. لو احنا ما عندناش محتوى جيد هنقدمه، يبقى احنا بنضيع وقتنا ووقت السيد المشاهد، واحنا مش عايزين ده. بس فالناقد الجيد هو اللي بيشاور على الحلو وبيشاور على ينقصك كذا، فخد بالك. صح 100%. محمود انا انبسطت جدا بالقعده القصيره دي، برغم انها كانت قصيره بس كانت لطيفه جدا بالنسبه لي، على قلبي زي العسل زي ما بيتقال. لحد ما في عندنا قعده اطول اكبر ان شاء الله تبقى في الاستوديو، ما كانش هيبقى عند اسماعيل برضو في العربيه. لا في العربيه بتاعت اسماعيل، هو هيفتك العربيه لونها، مش هقول ملكتها، لونها ابيض وكانت بابين وبنتحشر فيها انا وهو وحسن ابو الفتوح، فودي حدوته هنحكيها بعدين. انا بشكرك جدا 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 يا محمود، نورت وشرفت. الف الف مليون مبروك على النجاح السنه دي بتاع المسلسل، وان شاء الله الجايات تبقى اكثر نجاحا بامر الله ان شاء الله. انا بشكرك وبشكر الساده المشاهدين، هشكرك جدا كل الشكر لضيفنا العزيز مؤلفنا وكاتبنا الرائع محمود حمدان، مؤلف مسلسل حق عرب. وللاسف الشديد خلصت الحلقه لحد كده، بس ما خلصش الكلام طبعا، وبالتالي ان شاء الله لو كان لنا العمر هنقابلكم بكره في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.